بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما بنيجي نستخدم الـ RX Java في أي مشروع عندنا في الأندرويد، بيبقى فيه 3 methods كده بنستخدمهم: dot subscribe on schedulers dot io و dot observe on android schedulers dot main thread وبعد كده dot subscribe. طيب ليه بنستخدم السبسكرايب اون والobserve اون؟ حلو. When you are working with tasks in Android app like making a network request، لما تيجي تشتغل في مشروع عندك في الاندرويد ومستخدم ال RX وعايز تعمل network request، you usually want to، محتاج عادة انك تبرفورم التاسك في الباك جراوند، هتشغل المهمة دي في باك جراوند. حلو. So it doesn't freeze the app user interface، ما تنفعش تعمل الكلام ده. حلو. في المين ثريد، عشان لو عملت الكلام ده في المين ثريد دي بروسيس بتاخد وقت، ممكن تفريز الابلكيشن وتجيب لليوزر ابلكيشن نوت ريسبوندنج والابلكيشن يكراش. حلو. هاندل ذا ريزلت اوف ذا تاسك اون ذا مين ثريد وير يو كان ابديت ذا يو اي، هتتعامل مع النتيجه اللي جايه لك في على المين ثريد عشان تابديت اليوزر انترفيس، انما البروسيس نفسها بتعملها في الباك جراوند. طيب ال RX Java provides subscribe on method و observe on method to help with this، عشان تساعدك في ده. حلو. طيب what it means subscribe on schedulers.io دي بتعمل ايه الميثود دي؟ ال purpose، الغرض منها، this tells RX Java، دي بتقول لل RX Java انها تبرفورم، تنفذ التاسكايه دي، المهمه دي اللي هي اللي انا هعمل فيها ايه، اللي انا هعمل فيها نتورك ريكويست، اروح اكلم السيرفر عشان افيتش منه داتا. حلو. اون باك جراوند ثريد. حلو. طيب ليه باستخدام الباك جراوند ثريد انت بتضمن ان اليو اي هيفضل ريسبونسيف، مستجيب لليوزر، and doesn't freeze، ومش هيحصل له freezing while the task is being executed، اثناء ما يتم تنفيذ المهمه دي. طيب schedulers.io بتعمل ايه؟ السكادجولر provided عن طريق ال RX Java specifically، خاصة for ال IO، اختصار ل input output bound work، زي ال network calls، هي اصلا مخصصة لانك هتعمل network call او file operations. طيب ال observe on android schedulers.main thread، الغرض منها this tells RX Java، دي بتروح تقول لل RX Java انها تتعامل مع ال result اللي هي success او failure. حلو. على المين ثريد عشان اروح ابديت اليو اي بالداتا اللي جات لي. واي؟ المين ثريد از وير يو كان ابديت ذا يو اي، عشان المين ثريد هو المكان اللي انت هتحدث فيه واجهه المستخدم. شو مسج تو ذا يوزر، هتظهر رساله لليوزر، او تبرفورم اي اذر يو اي ريليتد تاسكس، مهام تانية متعلقه بواجهه المستخدم. الاندرويد سكادجولرز دوت مين ثريد، السكادجولر بروفايدد برضو عن طريق، اتوفر لي عن طريق مكتبه ال RX اندرويد and extension of RX Java for android to specify the android main thread. طيب putting it together perform the task in the background، انت بتحط التاسكايه بتاعتك في الباك جراوند وبتقول له انا هابديت التاسكايه دي في المين ثريد، اتعامل مع الريزلت اللي جايه لك في المين ثريد. حلو. Once the task is finished whether it succeeded or failed، هل هي نجحت او فشلت، الريزلت هتتعامل معاها في المين ثريد، انت هتقول دوت سبسكرايب، الريسبونس اللي جالك هتبروسيد مع السكسس بروسيس، هنا الثروبل هتبروسيد مع الفيلير بروسيس. حلو. ده مثال بسيط، انت عاوز تداونلود داتا من الانترنت وتعرضها في تكست فيو، هتستخدم فانكشن داونلود داتا وتستخدم سنجل من سترينج، هتروي انك تداونلود الداتا في الايميتر دوت اون سكسس، هتاخد الداتا يا اما ايميتر دوت اون ايرور. حلو. في الداونلود داتا هتقول دوت سبسكرايب اون سكادجولر دوت اي او انبوت اوتبوت اوبريشن، ده عشان يخلي التاسكايه دي في الباك جراوند. حلو.
وهتقول له observe on اتعامل او show الداتا دي في المين thread. حلو. once ان الداتا جات لك هتسيت التكست فيو بتاعك، ما جاتلكش او حصل ايرور هتظهر ايرور. يبقى باختصار اللي السبسكرايب اون سكادولر دوت اي او بترن التاسكايه المهمه بتاعتك في الباك جراوند، الاوبزرف اون مين ثريد بتتعامل مع الريزلت النتيجه اللي جايه لك على المين ثريد عشان تابديت اليو اي. حلو. السبسكرايب بتبروفايد وات تو دو، بتقول تعمل ايه بالريزلت اللي جات لك دي سواء سكسس او سواء ايرور. This setup ensures your app stays responsive. السيت اب ده بيضمن لك ان الابلكيشن هيبقى مستجيب معاك while doing heavy work like انك بتعمل شغل تقيل زي network request و updates لليو اي safely بامان once the work is done.